شبكات الشباب المتوسطي نت مديوث، وهو مشروع مطبق من قبل اليونسكو وممول من الاتحاد الأوروبي. يهدف هذا المشروع إلى إيجاد بيئة فاعلة للشباب والمؤسسات العاملة مع الشباب ليكونوا جزء من عملية صناعة القرار فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة في الشباب الأردني وفيما يتعلق بالاستراتيجيات المطبقة لتنفيذ هذه السياسات. من أهم أهداف المشروع إدماج جميع الفئات التي لها علاقة بالتغيير الإيجابي للشباب الأردني مثل الإعلاميين. ومن أهم المواضيع اللي بيشتغل عليها نت مديوث هو سد الفراغات ما بين مخرجات التعليم والمهارات وسوق العمل. من خلال دعم مشروع شبكات الشباب المتوسطي، تم عمل أول تحالف للمؤسسات العاملة مع الشباب كفكرة فريدة ونوعية في الأردن. يضم هذا التحالف 60 مؤسسة عاملة مع الشباب من جميع المحافظات. تحالف هو منصة شبابية واعية ومتحملة للمسؤولية، تقوم من خلالها ببناء قدرات هذه المؤسسات وخلق أرضية وبيئة واحدة ومشتركة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. سبب انضمامنا للائتلاف هو اعتقادنا أنه كل المؤسسات الموجودة بالائتلاف أول شيء تعنى بالعمل الشبابي في الأردن، رقم 2 تجمعها مجموعة قيمية تتشارك فيها على الصعيد الوطني. بالنسبة لنا وجود هذا الائتلاف بيمثل فرصة إنه نغير ثقافة التنافس اللي بين مؤسسات المجتمع المدني خاصة اللي عاملة مع الشباب. من خلال مشاركتي في هذا المشروع صار عندي خبرة أكثر إنه كيف أقدر أوصل الرسالة والخبرة والمهارة للشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المستوى الشخصي صارت عندي ثقة أكثر من خلال تعاملي والعلاقات اللي صارت بيني وبين المشاركين وتبادل الخبرات وتبادل المهارات اللي هم عملوها. هاي التجربة كتير مهمة إلنا إحنا كشباب، من خلال تواجدنا في هذا التحالف قدرنا نتعرف على عدد منيح من المؤسسات العاملة في المجال الشبابي. باختلاف الخبرات الموجودة اشتغلنا مع بعض على هدف واحد، كان العمل مرضي جداً وأكيد هذا رح ينعكس على أرض الواقع في خدمة المجتمع. 70% من العالم العربي اليوم هن من الشباب، نسبة البطالة عالية جداً من 20 إلى 30% بهاي الفئة المهمة. من هون إجت أهمية شراكة موقع فرصة مع اليونسكو ضمن مشروع نت مديوث، لنقوم بتوفير فرص التعليم وبناء القدرات للشباب في المنطقة العربية ليكونوا أكثر انخراطاً في الحياة العامة وأكثر فعالية في سوق العمل. طوعت بمركز أميرة بسمة من 10 سنين، ومؤخراً استفدت من التدريبات اللي كانت بتقدمها يونسكو من خلال برنامج نت مديوث. هاي التدريبات اللي لها علاقة بالأدوات الإبداعية، كيف أنا أوظف مشاكل الشباب وتحدياتهم من خلال المسرح والراديو والسوشيال ميديا. وهي الفرصة مكنتني وفتحت لي باب لأني أكون أحد موظفين الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وأكون منسق للتحالف الوطني للمؤسسات العاملة مع الشباب. يونسكو أيضاً أعطتني الفرصة لأنه أكون ممثل للشباب الأردني وأحضر الورشة اللي لها علاقة بأهداف التنمية المستدامة. أهمية هذا الائتلاف ما راح تبين اليوم، ولكن بقدر ما راح نستثمر بهذا الائتلاف بصدق ومسؤولية بقدر ما راح نشوف نتائج على المدى الطويل إن شاء الله. عمل مشروع نت مديوث في الأردن على تنسيق الجهود ما بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة مع الشباب وبناء على الموارد والاحتياجات لهذه المؤسسات.